كل سنة وانتم سنة طيبة طيبين، قوي. العيد وانتي بألف خير يا رب، اكتبها لنا جميعا. لكن طلاب الثانوية العامة يا عيني اللي في وسط العيد بقى، هم عندهم امتحانات هتبدأ قبل العيد بكام يوم، وكل الدنيا تاخد أجازة العيد، وانتوا يا عيني تقعدوا تذاكروا في العيد حرام علينا ثلاث والله اللي احنا شهور بنعمله في طلاب الثانوية العامة ده والله. طلاب الثانوية العامة من غير حاجة، البيوت اللي فيها ثانوية عامة بتبقى متكهربة، بيبقى في توتر وضغط من الأهل، وده بيتنقل للطالب، أو لو مش الأهل كده كده الطالب بيبقى عنده توتر وقلق وضغط. لو أنت عندك قلق لأنك مش مذاكر، ولو إني أشك لو أنت ما ذاكرتش من أول السنة فأنت كده كده عندك لا مبالاة، فأنت تمام، بحسش إن هم قلقانين قوي، لكن اللي بيبقى مذاكر هو اللي بيبقى قلقان. ازاي نخلي القلق ده ايجابي، ما ياثرش على استيعابك، ما ياثرش على تحصيلك الدراسي، ويكون قلق الحلو ده اللي هو بيفيدك في الامتحان، ان انت تعرف تفتكر كويس اللي ذاكرته، تعرف تحل كويس، ما تتوترش من الماده اللي انت داخلها حتى لو كانت بالنسبه لك ماده صعبه وتقيله وذاكرتها بصعوبه. معايا على التليفون دكتور تامر شوقي الخبير التربوي، اهلا بيك يا دكتور، صباح الخير. شكرا عليكم وعلى كل الساده والمشاهدين. هستاذنك تعلي صوتك شويه، مش سامعك بوضوح. صباح الخير عليكم وعلى كل الساده المشاهدين. صباح الفل. ازاي الطالب يا دكتور يحافظ على هدوءه مع دخله امتحانات الثانويه العامه، فتره توتر في ضغط في البيت، ازاي يعزل نفسه عن كل التوتر والضغوط اللي حواليه دي؟ طيب، لا شك ان القلق بتاع الامتحان ده قلق طبيعي. احنا عندنا في مجال علم النفس التربوي، لو الطالب لم يقلق من الامتحان مش هيقدر يشتغل ولا يذاكر، هينام. لكن هنا احنا بنحذر دايما من المساواه المفرطه او المرتفعه من القلق. الطالب هنا لازم يخلي القلق ده تحت تحكمه، بحيث ان هو يكون قوه دافعه له وليس قوه معطله. طيب يعملها ازاي دي بقى؟ طيب هنا في مجموعه من الارشادات النفسيه، احنا مهما نقول الطالب لازم يمر بخبره القلق، بس هو بمجرد ما يخش دائره الامتحانات بيبدا القلق ده يتلاشى لغايه ما يختفي خالص مع الامتحانات. عشان كده وزاره التربيه والتعليم عملت حاجه كويسه جدا، ان هي بدات الامتحانات بالامتحان غير المضافه للمجموع، بحيث ان الطالب يبدا يتدرب على كيفيه التعامل مع الورقه، يعرف اللجنه بتاعته، يعرف ازاي يسجل رقم جلوسه، ومع مرور الوقت ودخوله في الامتحانات الاساسيه هيلاقي العمليه بقت عاديه. ياخد على الاجواء، طيب. يعني يدخل اللجنه ويقعد ويشوف ويحل، فالتوتر يقل شويه. بالظبط يا فندم. هنا الطالب لازم يعني اول حاجه لازم يثق بالله. اللي هو خلاص عمل اللي عليه ومش هيقدر يعمل اكتر من اللي هو عمله. الطلاب خلي بالك يا فندم بداوا الاستعدادات للثانويه العامه من شهر 8 اللي فات، يعني بقى لهم حوالي سنه. تاني حاجه ان الطالب لازم يبعد نفسه تماما عن الاستماع لاي كلام سلبي حوالين الامتحان، سواء الكلام ده من زمايله او من اهله في البيت. عشان كده دايما بتوجه الى الاباء والامهات في البيت، لو سمحتم بلاش الكلام السلبي مع الطالب عن الامتحانات، بلاش الضغط عليه من خلال ان انت تطلب منه. قول لنا الكلام الايجابي يا دكتور اللي المفروض نستبدله بالكلام السلبي، نقول لهم ايه؟ نقول لهم انت بطل، انت جدع، انت عملت اللي عليك، احنا كلنا في ظهرك، انت مهما جبت نتيجه احنا متقبلينها عشان انت ما قصرتش. فبالتالي هنا الطالب ينتقل ليه هذه الحاله من الثقه والايجابيه، بيستدخلها في نفسه، بمعنى ان هو لما يجي يكلم نفسه فيما بعد يا فندم في حاجه اسمها حوار ذاتي ايجابي، ان هو هيقعد يقول بينه بنفسه انا الحمد لله كويس، انا ما قصرتش، والدليل على كده ان ابويا وامي بيقولوا لي ان انت جدع وبطل وراجل والكلام ده كله. فده كله بينقل للطالب الثقه بالنفس وبيقلل من التوتر والقلق لديه. الطالب مطلوب منه يا فندم دايما ان هو يفتكر دايما ان هو مر بمثل هذه الحالات من القلق في سنوات سابقه، ورغم كده كان بينجح. بس هو بيحس ان دي سنه مصيريه، يعني دي اللي هتحدد حياته الجايه شكلها ايه. وهنا خليني اسالك، ازاي الطالب ينظم وقته مع وجود وسائل تشتيت كتير قوي زي الموبايل على سبيل المثال؟ جميل جدا. هنا يا فندم الطالب هنا بيبرز مفهوم اسمه الاراده. يعني الاراده ان الطالب هنا يعمل نوع من اداره الوقت. خلاص انا فاضل لي اسبوع على الامتحانات او شهر وخلص كل الامتحانات، فانا لازم هنا اتغلب على كل، مش عايز اقول مغريات الحياه، اللي انا اعمل كنترول على نفسي في استخدام وسائل التشتيت. خلي بال حضرتك التشتيت ده مش الكتروني بس، بمعنى ان الطالب ما يستخدمش الموبايل والسوشيال ميديا والكلام ده اثناء سداد الامتحانات، لا، يكون تشتيت اجتماعي، ان هو يتكلم مع اخواته ومع زمايله كتير في البيت، ان هو يكون تشتيت مثلا بيئي، ان هو يقعد في مكان في البيت يا فندم قريب من مصادر الضوضاء. فالطالب هنا لازم يأذن نفسه عن كل هذه المصادر،
والطالب هنا لا حرج ان هو يستخدم خلال هذه الايام موبايل بزراير او موبايل مفصول من الانترنت، ايه المشكله يا فندم؟ فالطالب هنا لازم يعود نفسه على ان هو ينفصل تماما عن وسائل التشتيت، يحط لنفسه هدف معين ان هو يخلص الامتحانات على خير، ان هو يجيب مجموع عالي. وخلي بال حضرتك فرص حصول الطالب على مجاميع عاليه في الامتحانات الحاليه افضل من زمان، دلوقتي الطالب عنده امتحانات اختيار متعدد، كل اللي بيقوم به الطالب بس ان هو يعمل حاجه اسمها التعرف على الاجابه الصحيحه وليس انتاج الاجابه الصحيحه. صح. وبالتالي ده الضغط نفسي بيقل على الطالب. كمان الطالب وزاره التربيه والتعليم يا فندم وفرت فيه ما يسمى بكتيب المفاهيم. كتيب المفاهيم ده بدل ما الطالب يحفظ كل تفاصيل كل ماده دراسيه، لا تديله كل المفاهيم اللي في كل ماده في الكتيب ده، يمكن يفتحه اثناء الامتحان يبص على المفهوم اللي هو عايزه، ده هيسهل ويخف من عبء الذاكره عليه ويصل للاجابه ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتور تامر شوقي الخبير التربوي على كل التفاصيل، وان شاء الله الامتحانات تكون بسيطه وسهله وفي مستوى الطالب المتوسط وتعدي على خير، وما تقلقوش يعني الناس كلها عدت بالثانويه العامه وعدينا اهو عادي ما حصلناش حاجه، فإن شاء الله بالتوفيق.